أما الطعون في هذه المسألة فكثيرة جدا أعزتنا المشاهدين. طعون التي يثبت من شهادة الصحابة، وإننا أثبتنا صحة الحديث لكم بأن الصحابة شهدوا عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن عمر ضعيف القلب وإنه رجل جبان. الطعون الذي يثبت بهذه المسألة كثيرة جدا، وأنتم تعلمون أحد الطعون هو ماذا؟ هو واضح جدا، إن تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة. فإن الصحابة شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن عمر جبان، وأنتم تعلمون إن هذا سب وشتم. إذا أنت تصف رجل بأنه جبان، إن هذا من كلمات الإهانة وكلمات الاستخفاف وعدم الاحترام وعدم التوقير، بل إهانة واضحة في ذلك. وهذا يثبت إن الصحابة في حضور الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصفوا عمر بأنه جبان، يعني شتموه، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك. وكيف أقرهم على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزل عمر ونصب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حاملا للواء ورافعا للراية وقائدا للعسكر. فهذا كان بل تقرير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتأييده. وأيضا من تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه الشريف روحي له الفداء سلام الله عليه وعلى عترته، أنه قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليهما وآلهما، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليهما وآلهما، بل لا يرجع حتى يفتح الله على يده كرارا غير فرار. وهذه الكلمات ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعييد آخر بأنه بل تعرض بعمر وبفراره، وتعرض بفرار أبي بكر بأنهما فراران من الحرب فحينئذ أعزتنا المشاهدين، خلاصة الكلام وواضح جدا، إن الصحابة بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شتموا عمر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قررهم على ذلك. فثبت إن الإهانة بعمر ليس حرام، بل هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الصحابة رضوان الله عليهم على أخيارهم. هذا واضح جدا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قررهم وأيدهم على ذلك، وهذا واضح عزتنا المشاهد. وإن الكل يعلمون إن إذا أنت وصفت رجلا بأنه جبان، إن هذا يعتبر إهانة، وهذا يعتبر استخفاف، وهذا ليس من كلمات التوقير والاحترام والتكريم، بل إنه من كلمات الشتم. وإذا قلت يا جبان فيقول لك لماذا تشتمني؟ هذا واضح في لغة العرب، إنك إذا أنت وصفت أحدا بأنه جبان إن هذا يعتبر إهانة وشتم وسب. فحينئذ ثبت الحمد لله رب العالمين، إن سب الرجل الحمد لله رب العالمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقول لنا أحدا لماذا أنتم تهينون عمر وتسبون عمر. فثبت هذا الحمد لله رب العالمين، لأن أعزتنا المشاهدين إن الفرقة العمرية يسمون أنفسهم ماذا؟ أهل السنة، وإنهم يقولون بأنفسهم السنة له ثلاثة أقسام، إما قول الرسول صلى الله عليه وآله، وإما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإما تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما ما نواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعله ثم لم يفعله بسبب أنه توفي صلى الله عليه وآله. فهذا ماذا هو؟ هذا سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فأحد أقسام السنة هو التقرير، وأثبتنا لكم إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره حينما شتم الصحابة عمر بن الخطاب. هذا أولا.